السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده كاسيت وراديو جي بي سي، الموديل بتاعه ام سي شرطة 1820 ار، ام سي شرطة 1820 ار، جهاز راديو اف ام واي ام وشريط كاسيت مزود بسماعات خارجية. اهي ارتفاع السماعات حوالي 40 او 45 سنتي. اهي الجهاز بحالة أصلية، السماعات بتاعت نفس الجهاز، ونشوفه مع بعض. This cassette is JVC model MC-8020R radio FM and AM and DSW and tape made in Japan. Thank you. المدير الإقليمي للمنظمة الخاصة بالشرق المتوسط على أهمية التدابير الاحترازية، مفيدا بالإجراءات التي تتخذها بعض الدول من خلال توفير اللقاح. الشوط الثاني التدابير الاضطراري الوحيد حصل في الشوط الأول لخروج الأنباء قرأته مروة أمين. زي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده عباره عن كاسيت وراديو جي في سي صنع في اليابان، عباره عن راديو اي ام واي اف ام واس دبليو وشريط كاسيت. برضه فيه فونو ان هو ممكن يشتغل على وصله 2 في 1. الموديل بتاعه ام سي شرطه 1820 ار، الماركه بتاعته جي في سي. طبعا مزود بسماعات خارجيه ارتفاع حوالي 40 او 45 سنتي، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is JVC made in Japan model MC dash 8020R made in Japan radio FM and DSW and tape made in Japan. Thank you.